ضمنا بقى العيش الفينو والحاجات دي كلها. من بكره هنلاقي اسعار عامله ازاي. خليني ارحب على التليفون بالاستاذ عبد الله غراب. استاذ عبد الله مساء الخير يا فندم. نورة فندم، اهلا بتعدي. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ عبد الله. من بكره هنلاقي اسعار، واحنا بكره هنشتري العيش السياحي والحر والعيش الفينو باسعار منخفضه ان شاء الله يا فندم. يعني احنا طبعا يعني قعدنا مع زمايلنا مره واثنين وثلاثه ومع الوزير ومع دوله رئيس الوزراء، استقرينا على الاسعار وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظن المستهلك. ومن بكره بمشيئه الله تعالى وطبق القرار او مشروع القرار اللي احنا استقرينا عليه بالنسبه للخبز السياحي 80 جرام وال 40 جرام وال 25 جرام وفق الاسعار اللي احنا طرحناها. استاذنك تقول لي الاسعار. ال 80 جرام ب 150 قرش. ال 80 جرام 150 قرش، ايوه. وال 40 جرام 75. نعم. وال 25 جرام ب 50 قرش. تمام. دي من بكره. من بكره ان شاء الله دي هتبقى المواصفات والاسعار اللي احنا تم الاستقرار عليها واتفقنا عليها، ان شاء الله تكون في متناول يد المستهلك بمشيئه الله تعالى. في كل جمهوريه مصر العربيه يا استاذ عبد الله؟ ان شاء الله طبعا يا فندم، واحنا بنتكلم عن مكان ومكان. لا طبعا ده قرار في جمهوريه مصر العربيه بالمستوى العام يعني. طيب إيه العيش وان شاء الله هنتابع ومع سعادتك يعني، وهنتابع وبرضه يعني برضه الناس اللي معاك يتابعوا ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب اعرف منين انا كمواطن استاذ عبد الله، معلش اسمح لي، اعرف منين انا كمواطن ان انه رغيف العيش ده 80 جرام؟ انا مش همشي بميزان وبتاع العيش ما عندوش ميزان. هو على اي الاحوال يعني، هو طبعا في اجهزه رقابيه هتتابع الكلام ده. يعني احنا في الاجهزه الرقابيه، حتى طبعا يعني الاجهزه الرقابيه لوزاره التموين ومباحث التموين هتنزل طبعا تتابع الكلام ده على مستوى الافران اللي كلا في دائرته يعني. أيوة. يعني اللي في الجيزه في الجيزه، واللي في القاهره في القاهره، واللي كل المحافظات. ايوه. وبعدين طبعا كل حي من الاحياء في اداره تموينيه وفي مفتشين وفي وفي كل ده هيتابع بكره بمشيئه الله تعالى. وان شاء الله يعني احنا زي ما النهارده برضه مع الوزير اصدر قرار بتشكيل لجنه. اللجنه دي مهمتها تجتمع شهريا لمتابعه الكلام اللي تم الاتفاق عليه، واي معطى جديد بالنسبه لانخفاض في اسعار الدقيق. أيوة. ولا سيما لسعادتك طبعا يعني كل سنه وانت طيبه حضرتك، ان محصول القمح المصري بالظبط دخل بدا احنا في موسم الحصاد حاليا. نعم نعم. وانا بقول دائما ان شاء الله يعني مع البدايه مع بدايه موسم الحصاد بتبقى بدايه خير. واللجنه دي مهمتها بقى كلما يعني ربنا اكرم ونزل السعر هننزل في اسعار المنتج يعني. تمام. على طول.